بنسمع كلام كتير انه نركز على ايه في الاكل بتاعنا كمريض سرطان او مريض تحت العلاج او مريض تم شفائه. الغذاء المتوازن هو ما يحتاجه المريض. لا يمكن ان نقول اننا نحتاج الى عنصر معين من عناصر الطعام ولا نحتاج لعناصر اخرى. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل العناصر للاستفادة منها. الغذاء المتوازن. ولكن في حاجات احنا بنحب نركز عليها زي السوائل. احنا دلوقتي في الصيف والجو حر وفترة الصيام فترة طويلة. يجب ان يكون التركيز للمريض وغير المريض على تعويض كمية السوائل المفقودة منه طوال فترة اليوم. اذا هناك تركيز على السوائل، على الخضروات الغنية بالمياه، على الفواكه وهكذا. ونحاول نبتعد عن السكريات لان السكريات بتحتاج لسوائل كتيرة معاها عشان تتهضم، وطبعا ده بيبقى على حساب السوائل التعويضية اللي موجودة في الجسم. اذا مفيش حاجة اسمها انا اكل ايه يا دكتور، في حاجة اسمها ان انا اخد غذاء متوازن يحتوي على النشويات، يحتوي على البروتينات، يحتوي على السكريات، يحتوي على الدهون، يحتوي على الاحماض الامينية، يحتوي على السوائل المياه، يعني كل حاجة باتزان. ولكن نتيجة وجودنا دلوقتي في فترة الصيف زي ما قلنا السوائل هي أهم شيء، يجب أن يكون هناك تركيز على تعويض فقدانها.